السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بجديد. معكم ايهاب محمد من قناه وين كونكر. النهارده يا جماعه نازل بادج كده حلو ولذيذ، وطبعا الناس اللي كانت بتسال على حوار بس باص البنك عفوا وعن طريق الياهو والكلام ده كله، الشركه هي مش عارف هو خبر قديم، يعني سالت ناس كتير قالوا ان ده خبر قديم جدا جدا جدا، حوار ان انت تعمل فورجيت باسورد وطبعا يتمسح. بصراحه انا ما كنتش مركز في موضوع باسورد البنك ده يا جماعه، بس قلت اشرحه انا بالمره. اول حاجه ايفنت الشحنه الاولى، طبعا هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف، وعندك ليميتد تايم كريدت ريبايد، ده طبعا الناس اللي بتشحن سي بي اس، فما يعني ما اعتقدش ان محتاج ان هو يتشرح اساسا، يعني من الاخر كده اشحن وهتكسب من الاخر يعني. بس هتكسب ايه يعني؟ انا اشحن 200,000 عشان اخد انمي بي 11 و20,000 سي بي اس باوند؟ يا عم صل على النبي، سيبكم من الكلام ده كله، خلينا ايه في المفيد. عندك يا جماعه هنا طبعا انا قلت اجرب اكونت نوب، عندك هنا اهو سكاندر باسورد، لازم نعمل باسورد لو يكون مثلا اربعات اوكي كده عملنا الباسورد. طبعا عشان الناس اللي هي بتختار يعني ازاي نقدر نشيل باسورد البنك، طبعا هنختار حاجه اسمها سكندري، ان تخش على سيتنج سكندري وفورجيت، هيقول لك ان هو هيتلغي خلال 7 ايام. انا عارف ان الحوار ده قديم شويه بس الناس بتسال عليه يعني، تمام، فمش عارف الله اعلم. المهم بيقول لك 7 ايام، بس لو انت اكونت في اي بي تقريبا بيبقى 5 ايام، وطبعا لو انت عايز تلغيه خالص من عند عن طريق الياهو وهيريحك اكتر من كده يعني، اكتر من كده تريح. المهم يعني هتعمل كده اهو كونتينيو، هيقول لك الرسالة دي هتجيلك كل شوية عن طريق السيستم لما تيجي تفتح الاكونت، يور سكندر باسورد ان ذا فورجيتن فيس، اللي هو حاليا في مرحلة الحذف او المسح، وهتمسح في يوم 6/7 لغاية يعني 6/7 ان شاء الله، لو 7 ايام بالظبط بالساعة 3 بتوقيت اللعبة، تمام، الساعة 3 بتوقيت اللعبة هتمسح الباسورد البنك. انا عارف ان الموضوع ده قديم يا جماعة، وعارف ان الناس كلها عارفاه، وانا بعتذر طبعا انا ما كنتش مركز في حوار باسورد البنك ده نهائي، ما كانش في دماغي، بس ناس كتير سالت عليه، يمكن الفيديو ده ناس تستفاد بيه وفي ناس ما تعرفش، ويمكن برضو الموضوع ده يكون اصلا جديد مش قديم. اصلا انا مستغرب ان الشركه ازاي تنزل الخبر ده في الموقع لسه النهارده وتقول ان هو ده، اصلا كمان الناس بتقول ان هو ده خبر قديم. يمكن انا مش مركز في الموضوع ده او مش متابع حوار باسورد البنك، بس عموما يعني ايه استفاده حلوه. كان معكم يا ابو محمد من قناه وين كونكر، مش اشترك الفيديو، اشترك القناه، فجر الجرس الى اللقاء في فيديو حلقه قادمه ان شاء الله، اشوفكم على خير، سلام.